هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة فقرات بثنا بدءا من منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحا حسب التوقيت المحلي، ومن الساعة 10 حتى 11:30 صباحا على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز. معكم دائما إذاعة العراق الحر. العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد. أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، تغطية لآخر المستجدات والأحداث، متابعة لأهم التطورات. إذاعة العراق الحر، أن تسمع الحقيقة. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج بيتر كوباليك والمخرجة والمنتجة أماني العواودة، وأنا هاشم علي مندي. نرحب بكم إلى هذه الجولة على تقاريرنا من أنحاء مختلفة وفي شتى المجالات، منها آخر المستجدات الأمنية في البلاد وتداعياتها الإنسانية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وإجراءات الحكومة الراجعة لوقف تلك المظاهر، وهنالك مواضيع أخرى. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم اتفاق المرجعية وأوباما على الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية عابرة للطواف. ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. يتابع العالم أجمع تطورات الوضع في العراق منذ سقوط الموصل بيد مسلحي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، وتراجعت الحرب المستعرة في سوريا، ليتقدم الوضع الأمني في العراق إلى موقع الصدارة في وسائل الإعلام العالمية. ولهذا الاهتمام أسباب وجيهة تتمثل أساسا بتهديد السلام في المنطقة والعالم أجمع، ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما في مواجهة هذا الخطر.